اهلا بيكم حبايبي طلبه وطلبات الصف الثاني الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده مع بعضين يا ولاد هنكمل الدرس الاول في يونت 3. هنتكلم يا ولاد النهارده عن importance of fossils. يعني ايه importance of fossils؟ اللي هي اهميه الحفريات. في اربع وظائف او اربع اهميات للحفريات، هناخدهم مع بعضنا الحصه دي بالتفصيل. اول اهميه age determination of sedimentary rocks، تحديد عمر الصخور الصوبيه. اتنين figuring out the paleo environment، استكشاف البيئات القديمه. تلاتة studying life evolution، دراسه تطور الحياه. أربعة petroleum exploration، استكشاف يا ولاد استكشاف البترول. أول حاجة age determination. يعني ايه age determination؟ جاي من كلمة determine، تحديد عمر الصخور الصوبية. احنا عارفين ان الفوسيلز موجودة في الصخور الصوبية، فلما نعرف عمر الفوسيلز دي اكننا عرفنا عمر ايه؟ عمر الصخور الصوبية. بيقول the lower layers، الطبقات السفلية of sedimentary rocks have fossils، الطبقات السفلية دي عندها حفريات. whose relative age، عمرها النسبي greater than that of the fossil of the upper layer. خلي بالك ان sedimentary rocks دي عبارة عن layer of rocks، يعني كذا طبقة مش طبقة واحدة. فأكيد هنا في فوسيل وهنا في فوسيل وهنا في فوسيل. عمر دي هيبقى أقدم لأن دي اللي بتتكون الأول، فاهمين؟ فهنا بيقول اللور لايرز، الطبقات السفلية دي من السيديمنتال روكس هاف فوسز، عندها فوسز. هوز ريلاتيف ايتش، عمرها از جريتر ذان، أكبر من الفوسز اوف ذا أبر لاير. يبقى دي الايتش بتاعها ها أقدم منين يا ولاد؟ أقدم من الفوسز الموجودة في الطبقات اللي فوقها. That of the fossil of the upper layers. This fossil، هذه الحفريات are known as index fossil. سموا هذا النوع من الحفريات اسمها index fossil. يعني ايه index fossil؟ الحفريات المرشدة. طب ليه سموها حفريات مرشدة؟ لأن هي اللي بتحدد عمر الصخور الصوبية، هي من خلالها ممكن نحدد عمر الصخور الرسوبية. خلاص يا ولاد؟ يبقى دي اسمها اندكس فوسيل. ايه بقى تعريفها يا ولاد؟ they are fossils، هي حفريات of organisms، طبعا حفريات لكائنات حية. that had lived for short period of time، عاشت فترة زمنية قصيرة. in the past، في الماضي. and had wide geographical range، يعني كانت موجودة في مدى جغرافي واسع. ان الصخور الصوبية معروفة عنها انها نسبتها كتيرة قوي قوي فين؟ على سطح الكرة الارضية، فاهمين يا ولاد؟ فاذا الاندكس فوسنس كانت موجودة وايد جيوغرافيكال رينج، في مدى جغرافي واسع ديستريبيوشن. then became extinct، يعني كانت هناك كائنات عايشة فترة زمنية قصيرة ثم ماتت، ثم ايه؟ انقرضت واتدفنت في هذه الصخور الرسوبية. الاندكس فوسنس دي indicate، بتوضح the age of the sedimentary rocks. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نقول تاني index fossils، they are fossils of organisms، هي حفريات لكائنات. that had lived for a short period، عاشت فترة زمنية قصيرة في الماضي. and had wide geographical range distribution، كان لها توزيع في مدى جغرافي واسع. then became extinct، ثم هذه الكائنات انقرضت وتحولت بعد موتها ودفنها في الصخور الرسوبية، تحولت إلى fossils يعني حفرية. نشوف السؤال الجميل ده. السؤال بيقول index fossil indicate the age of sedimentary rocks، الحفريات المرشدة بتوضح أو بتبين عمر الصخور الصوبية. طبعا ليه؟ because the age of rocks is the same age of the fossil،
يعني عمر الصخور هي نفس عمر الحفرية. فلو عرفنا عمر الحفرية نقدر نعرف عمر الصخور الصغيرة. مرة كمان، السؤال ده جميل وبيجي. Index fossils indicate the age of sedimentary rocks because the age of the rocks is the same age of the fossil exists in them. دي الوظيفة الأولى اللي هي age determination of sedimentary rocks. يعني يا مستر بالعرب، يعني يا دكتور، يعني يا دكتور، تحديد عمر الصخور الصغيرة. حلو الكلام، حلو الكلام. رقم اتنين، الوظيفة التانية بقى، الوظيفة التانية figuring out the paleo environment، استكشاف البيئات القديمة. Fossil give us an idea about the environment. الفوسيل الحفريات بتدينا أفكار عن البيئات اللي كانت عايشة فيها. In which they lived during the old geologic شفتوها يا ولاد؟ during أثناء old geologic age اللي هي ايه؟ العصور الجيولوجية القديمة. Therefore they indicate the climate of this age. هي بتعرفنا المناخ اللي كانت عايشة، مناخ العصور اللي كانت عايشة فيها هذه الفوسل. يبقى أنا من خلال الفوسل، استكشاف الفوسل، يعني لما نكتشف حفرية معينة ممكن نعرف البيئة اللي كانت عايشة فيها. البيئة دي كانت في يوم من الأيام عبارة عن ايه؟ زي ما نشوف دلوقتي. فاهمين يا ولاد؟ فاحنا من خلال الفوسل نقدر نحدد او نستكشف البيئات القديمة اللي كانت موجودة فيها هذه المنطقة اللي تم فيها استكشاف الحفريات. مثال، بص بقى معايا هتفهم اكتر من خلال الامثلة. في حفريات اسمها نيوميولايت فوسيلز، ده نوع معين من الحفريات او الكائنات كانت عايشة فين؟ في البحار. اكتشفوها they are found in the limestone rocks، في صخور الحجر الجيري of المقطم ماونتين، في جبال المقطم اللي عندنا في القاهرة. الله، بس النيوميولايت دي نوع معين من الكائنات او الكائنات الرخويات اللي كانت عايشة جوه قواقع. طب ايه جاب ديل دي يا مستر؟ قال لك ما طالما تم اكتشافها في جبال المقطم فهذا يعني زي انتكيت بتوضح that this area، هذا المنطقة اللي هي جبل المقطم دي، was a sea floor، كانت عبارة عن طابق من البحر، سطح بحر، more than 35 million years ago. يبقى جبل المقطم حسب كلام علماء الجيولوجيا كان في يوم من الأيام قاع بحر أو سطح بحر من 35 مليون سنة. ليه؟ لأن هم اكتشفوا نيوميولايت فوسيل. يبقى النيوميولايت فوسيل، حفريات النيوميولايت، they are found in the limestone rocks، وجدت في صخور الحجر الجيري في جبال المقطم. حلو الكلام؟ وهذا يدل على انها كانت عبارة عن كانت sea floor more than 35 million years ago. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اتنين، مثال تاني بيعرفنا الوظيفة دي، فيرنس فوسيل، حفريات الفيرنس اللي هي الصراخس. خلي بالكم بقى، لما ندخل في منطقة ونلاقي القصد، فاكرين القصد دي كده قصد بتاع الصراخس، ده نوع معين من الكائنات النباتية كانت تتكاثر عن طريق السبورز او الجراثيم. فاهمين؟ فلما الاقي الصراخس موجودة في منطقة معينة، الصراخس دي كانت بيئتها ايه؟ كانت بيئتها عبارة عن هوت اند ريني تروبيكال انفيرومنت، بيئة استوائية حارة ممطرة. يبقى لما نستكشف او العلماء يستكشفوا هذا النوع من الحفريات يعرفوا ان البيئة دي كانت في يوم من الايام عبارة عن بيئة استوائية حارة مطيرة. فاهمين يا ولاد؟ يبقى حفريات الفيرنس بتوضح زي انتكيت ذات ذا انفيرومنت وير ذي ليفد، البيئة اللي كانت عايشة فيها was hot and rainy tropical environment. لازم تحفظ الكلام ده، hot and rainy tropical environment. امال حفريات النيوميولايت اللي فوق عرفتنا ان جبل المقطم كان ايه؟ كان عبارة عن، ها قول معايا، was a sea floor، was a sea floor. طيب في حفريات تانية تالتة
كورال فوسيلز، حفريات المرجان. ده نوع معين من الكائنات كانت عايشة فين؟ في بحار ضحلة دافئة، ضحلة يعني غير عميقة. يبقى الكورال فوسيلز زي انديكيتس بتوضح ذا انفايرومنت وير دي ليفد. خلي بالك الاكسبريشن ده موجود في كل التعبيرات اللي فاتت، اللي هي زي انديكيتس ذا انفايرومنت وير دي ليفد، بتوضح البيئة اللي كانت عايشة فيها. ووز كانت كلير وورم شالو سيز، بحار ضحلة دافئة، كلير يعني واضحة أو نظيفة. خلاص يا ولاد، ده الكورال فوسيلز، حفريات المرجان. نشوف الأسئلة دي مع بعضنا. True or false، أمونايت فوسيل ار فاوند ان ذا لايمستون. الأمونايت فوسيل وجدت في الصخور الجيرية لجبل المقطع ماونتين. فولس. أمال إيه يا مستر؟ ده اسمها نيوميولايت مش أمونايت. إنديكس فوسيل إنديكيتس، الحفريات المرشدة بتعرفنا عمر الصخور الصوبية. إيج أوف سيديمنتال روكس، ترو. فيرنس فوسيل، حفريات الصراخز، إنديكيتس ذات ذا إنفايرومنت وير دي ليفد ووز سي فلور. نو. السي فلور تبع مين؟ نيوميولايت. اما الفرنس دي كانت بتعرفنا ان البيئه اللي كانت عايشه فيها was hot rainy tropical environment. give reason، اذكر السبب. index fossils are called by this name. ليه الحفريات المرشده سميت بهذا الاسم؟ ليه؟ because they اللي هي الحفريات indicate بتوضح the age of sedimentary rocks. هي اللي كانت بتعرفنا عمر الصخور الصوبيه، فعشان كده سميناها الحفريات المرشده، هي اللي بترشدنا عن عمر الصخور ايه؟ الرسوبيه. اندكس فوسل، اندكس ايه؟ فوسل. خلاص يا ولاد؟ طيب اللي بعد رقم 3، studying life evolution. يعني ايه؟ دراسة تطور الحياة من خلال الحفريات. ممكن نعرف أنهي كائنات ظهرت الأول وإيه الكائنات اللي ظهرت بعدين، إيه الكائنات السيمبل البسيطة وإيه الكائنات الكومبليكيتد المعقدة أو المركبة. فاهمين يا أولاد؟ أنهي نوع من النباتات ظهر على وجه الأرض الأول وإيه النباتات التانية اللي ظهرت بعدين وهكذا. دي اسمها إيه؟ Studying Life Evolution، من خلال حاجة اسمها Fossil Record، السجل الحفري. قدروا العلماء يعملوا حاجة اسمها السجل الحفري، ها؟ حطوا فيه الحفريات من حيث الزمن بتاعها، القديم وبعد كده الأحدث، أو السيمبل البسيط وبعد كده الكومبليكيتد المعقد. عشان كده أقول لك إيه؟ إيه تعريف الفوسيل ريكورد؟ ذا سيكونس أوف فوسيل، تسلسل الحفريات. إن سيديمنتال روكس، التسلسل بتاعها، ها؟ أكوردنج تو ذير سيكونس أوف أبيرنس، حسب تسلسل ظهورها. حسب ايه يا ولاد؟ تسلسل ايه؟ الظهور بتاعها. From simple to complicated، من simple الحاجة البسيطة إلى الحاجة الأكثر تعقيدا. خلاص؟ نقول تاني مع بعض. Fossil record يعني السجل الحفري، عبارة عن ايه؟ Sequence يعني تسلسل الحفريات. In sedimentary rocks، التسلسل بتاعها. حسب sequence of appearance، حسب ظهورها من القديم للحديث. from او حسب ظهورها. from simple من البسيط، ما هو simple ده اللي هو القديم اللي ظهر الاول. to complicated، حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب دراسه الفوسيلز ريكورد، studying the fossil record showed that، وضح لنا. Life started first in sea، الحياة بدأت أولا في البحار. Then established، ثم تم إنشائها on land. يبقى السجل الحفري ده fossils record فهمنا إيه أو وضح لنا إيه؟ إن life الحياة started first in sea، بدأت أولا في البحار ثم ظهرت على الأرض. اتنين، organisms always developed، الكائنات دائما تطورت. From simple تو كومبليكيتد، من الابسط الى الاكثر تعقيدا. حلو الكلام؟ زي مثلا ان
plant world في عالم النبات. قال لك الالجي appeared before، الطحالب ظهرت قبل الموسز والفيرنس بعض الاعشاب ومين والصراخص. يبقى الالجي ظهرت قبل الموسز والفيرنس، لازم تحفظ الكلام ده. حاجه كمان، الجيمونسبرم اللي هي كائنات عائلات البذور زي حاجه اسمها باين، ها، ظهرت قبل الانجيوسبرم كاسيات البذور اللي هي الفول والبسلة والذرة والحاجات دي اسمها كاسيات البذور. البذور بتاعتها موجودة في غلاف ثمري، لكن دي ملهاش غلاف، ملهاش فروت انفلوب، فاهمين يا ولاد؟ دي اسمها جيمونسبرم، ظهرت قبل انجيوسبرم. لازم الكلام ده يتحفظ عشان هيجيلك اكمل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نشوف الكومبليت دي مع بعض. كومبليت، by studying the fossils record، بدراسة السجل الحفري، it show، هذا السجل وضح نقط. start first، الحياة بدأت أولا، يبقى life start first in C، يبقى نكتب هنا life وهنا in C. then established on land، هتلاقيها فوق. اتنين، نقط had appeared before furnace، من اللي ظهر قبل الفرنس؟ طبعا الالجي، طحالب. هوايل، بينما الجيمونسبرم ظهرت قبل ايه؟ الانجيوسبرم، اللي هي دي الجيمونسبرم ظهرت قبل الانجيوسبرم. اللي بعد، رايت ذا ساينتفك تيرم، اكتب المصطلح العلمي. فوسل اوف اورجانيزمز ذات هاد ليفد فور ا شورت بيريود، حفريات لكائنات عاشت فتره زمنيه قصيره، ان ذا باست اند هاد اوايد جيوغرافيك ديستريبيوشن. هنا بيتكلم على ايه؟ index fossil، الحفريات المرشدة. fossils indicate that the environment where they lived was clear warm shallow sea. الحفريات اللي بتوضح ان البيئة اللي كانت عايشة فيها عبارة عن clear warm shallow sea، بحار ضحلة دافئة. هنا بيتكلم على مين؟ coral fossils، الحفريات المرجان، coral fossils. اللي بعده وقربنا نخلص. يلا يا محترمين، ان انيمال وورلد، في عالم الحيوان. يا ترى بقى احنا عرفنا في عالم النبات مين ظهر الاول. حلو الكلام؟ قلنا الالجي ظهرت قبل الفيرنس، والجيمونسبرم ظهرت قبل الانجيوسبرم. طب في عالم الحيوان، الانفرتبريتس اللي هي الحيوانات اللافقاريه ملهاش عمود فقري، زي حاجه اسمها كورالز and molluscs with shell، فاهمين يا ولاد؟ دي كائنات اسمها كائنات لا فقاريه ملهاش عمود فقري. appeared before vertebrates، ظهرت قبل ايه؟ الفيرتبريتس. يبقى الانفيرتبريتس ظهرت قبل الفيرتبريتس، اللا فقاريه ظهرت قبل الحيوانات الفقاريه اللي لها عمود فقري. طيب الفيش دي حيوانات فقاريه، وير ذا فيرست vertebrae، أول فقاريات ظهرت، ثم جاء بعديها الأنفيبيان، البرمائيات اللي بتعيش هنا وهنا زي الضفادع أو السلمندر مثلا. زين ريبتايلز، ثم الزواحف. أند فاينالي، ثم في النهاية ظهر البيردز أند مامالز. لازم تحفظ الترتيب ده الحقيقة، لازم، إن ممكن يجيبهم لك متلخبطين ويقول لك رتبهم حسب الظهور. يبقى الفيش ظهرت أولا كفيرتبراي في السي طبعا، ثم يجي بعديها الانفيبيان. دي بتعيش فين؟ في البحار او الانهار. طب دي بتعيش هنا وهنا، يبقى ده تطور اهو. بعد كده الريبتايلز الزواحف بتعيش على اليابس بس، وبعد كده ظهر البيردز ثم المامز الطيور ثم الثدييات. لازم نقول تاني، فيش بعد كده انفيبيانز بعد كده ريبتايلز الزواحف بعد كده بيردز الطيور بعد كده المامز اللي هي الثدييات. كل ده نفس الكلام مكرر في الصوره اللي عندنا. الانفرتبريت ظهرت الاول، بعد كده ظهر الفيش الاسماك، بعد كده ظهرت ايه؟ ها الانفيبيانز، بعد كده ظهر الزواحف الريبتايلز، بعد كده ظهر البيردز والمامز. يبقى فوق هنا كان في ايه؟ انفرتبريتس، بعد كده فيش، انفيبيانز، ريبتايلز،
بيردس اند مامز، اوعى تتلخبط واوعى ما تحفظهاش، لازم تحفظهم. اخر حاجه بقى، اكتشفوا نوع معين من الحفريات اسمها اركيوبتريكس. اركيوبتريكس فوسيل از كونسيدر، تعتبر لينكد، حلقه وصل بين ريبتايلز اند بيردس، يعني ما بين الزواحف والطيور. لا هي محصله زواحف ولا هي محصله ايه طيور. اسمها ايه؟ اركيوبتريكس، اللي هي شكلها دي. يبقى الاركيوبتريكس عباره عن كونسيدر، تعتبر لينك، حلقه وصل بين ريبتايلز اند بيردز. ريبتايلز اند بيردز، حلو الكلام، حلو الكلام. اللي بعده اخر حاجه، اكسرسايز تدريب كده، بيقول ارينج ذا فولوينج، رتب الفوسيلز، الحفريات اللي جايه دي، ستارتنج وذ ذا فيرست ابيرنس، مبتدا بمين؟ باللي ظهر الاول، اون ذا لايف ستيج، اند اكسبلين يور انسر. اعطيني بقى كاست اوف فوسيل اوف فيش، فيش ده ظهرت في البحار، بس دي تبع الفيرتبري، ظهر قبليها الانفيرتبري. مامز، ماموس اسف، الماموس ده تبع المامز، الثدييات، ده ظهر متاخر خالص. تريليو بايت، دي بقى تبع كائنات التريليوبايت، كائنات لا فقاريه، انفيرتبري، كانت بتشفي قواقع. يبقى غالبا هبدا بدي عشان دي انفيرتبري. اركيوبتريكس دي حلقه وصل بين البيردس والريبتايلز. يبقى نبدا بمين؟ هو الراجل مجاوب عليها، تريليوبايت الاول لانها انفيرتبري، وبعد كده نبدا بالفيش، وبعد كده حلقه الوصل بين البيردس والريبتايلز، وبعد كده في الاخر خالص الماموس. فاهمين الشرح بقى ليه؟ قال لك لان التريليوبايت فروم انفيرتبري، تعتبر من الحيوانات اللافقاريه، ظهرت اولا ان ذا سي. طب وبعدين الفيش كان عباره عن فيرتبري، ظهرت بعدين. الاركوبتريكس لينك، حلقه وصل بين الريبتايلز والبيردز. في الاخر الماموس يعتبر مامز، ظهر متأخر خالص. خلاص يا ولاد، آخر حاجة وأقول لكم باي باي يا محترمين ويا محترمات. بتروليوم اكسبلوريشن، استكشاف البترول. الآبار بتاع البترول خدوا منها عينة، فاهمين؟ فاكتشفوا وجود حفريات دقيقة جدا لها ترى بالعين، ولكنها ترى بالميكروسكوب، اسمها مايكروفوسيل. اسمها إيه؟ مايكروفوسيل. فاول ما يشوفوا اي ابار بترول ويكتشفوا في بعض العينات المايكروفوسيل، يعرفوا ان كان في هنا في يوم من الايام ايه حفريات. وين سيرشنج فور بتروليوم، اثناء البحث عن البترول، جيولوجيست، علماء الجيولوجيا، تيك سامبل، بياخدوا عينات فروم ذا روك اوف ذا اكسبلوراتوري ويلز، اللي هي الابار المستكشفه بتاع البترول. فاهمين يا ولاد؟ ويلز ايه؟ طيب، this sample are studied under، تم دراستها تحت الميكروسكوب، if they contain، لو كانت تحتوي على مايكروفوسيل، حفريات دقيقة اسمها مايكروفوسيل، like حاجة اسمها فرومانيفرا اند راديولاريا. يبقى أول ما نلاقي فرومانيفرا اند راديولاريا، this good point، ده بيشير إليه بقى، يبقى الحفريات الدقيقة جدا التي لا ترى بالعين المجردة ولكنها ترى بالميكروسكوب، اللي موجودة في آبار البترول، ها، تسمى إيه؟ فرومانيفرا أند راديولاريا. دي بتوضح حاجتين، The age of rocks exists in the exploratory whales. فاهمين يا أولاد؟ The age of rocks exists in exploratory whales، اللي هي إيه؟ آبار البترول المستكشفة. عمر هذه الصخور. اتنين، suitable condition، الظروف المناسبة of petroleum formation، لتكوين البترول. يبقى وجود الفرومانيفرا عند راديولاريا ده بيشير الى حاجتين، عمر هذه الصخور the age of the rocks، و suitable conditions of petroleum formation، الظروف المناسبة لتكوين البترول. كده الدرس كله خلص، درس الأولاني. إن شاء الله الفيديو القادم نحل أسئلة كتاب المعاصر اللي عليه.
ربنا معاكم يا حلوين يا محترمين، وربنا يوفقكم من نجاح إلى نجاح، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.